أيسو حصل على المركز الأول في منافسات الكوميتيه ببطولة منطقة القاهرة وحقق المركز الأول في كل المراكز ما شاء الله يعني. طيب علشان نروح نشوف تفاصيل أكتر معايا الكابتن مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي. كابتن مراد أهلا بيك. أهلا بحضرتك، أنتم طيبين، منور الدنيا. ده أنتم اللي منورنا يا رب، ورمضان كريم كل علينا سنة وحضرتك طيب. الله أكرم، على مصر الله كلها. أكرم، الله أكرم، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك وعلى كل أسرة الكاراتيه في النادي الأهلي وكل أسرة الرياضة العربية. كلمني بقى عن الإنجازات اللي حضرتك عاملها مع فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي. بصي بي، احنا اتفضل. ناخد نقول القاهرة متقفلة بنين وبنات اللي هو كل المسابقات. نقول الجمهورية احنا لينا قرابة 51% من اجمالي استاد الجمهورية. تمام. احنا لوحدنا. تمام. على الدوري الممتاز احنا للعام التاسع على التوالي. ما شاء الله. الدرع العام للعام التاسع. ما شاء الله دكتور. و 15 دوري من 16. والدوري ده راح فين يا دكتور الناقص ده؟ ده كان اعتقد سنه 2011 ولا حاجه. كان حصل عندنا كبوه. وارد يعني. وارد يعني بلاش افتره يعني. انت عارف ان احنا كاهلاويه دايما طماعين. لا وماله يعني، مدام بحق. ولما يكون معانا كمان كوادر زي حضرتك كمان لازم طماعين في كل البطولات. والله الموضوع مش بالصعوبه دي يا جماعه، قضيه حب. اكيد. طول ما احنا بنجري حابين اللي احنا بنعمله، عايزين نعمل احلى حاجه، واولادنا زينا وادارتنا معانا وجمهورنا معانا وانتوا معانا، ما عندناش مشكله. اكيد يا دكتور. بس احنا عندنا مشكله ما حدش يقدر يحلها. لا ان شاء الله ما يكونش في مشاكل. لا والله في واحده جامده جدا، شوف لي، لازم تشوف لي حل. قول لي. ايه اللي انا اقدر اعمله لاني ما اقدرش اكسب اكتر من كده. والله يا دكتور احنا نمسك الخشب بقى، مش عايزين نتحسد. لا ما بغض النظر عن طبعا الحسد، احنا بنبخر وبنحصن. ايوه لازم لازم يا دكتور. لكن النهارده ما اقدرش اقول غير انه اسره النادي الاهلي، اولياء اموره واعضاء النادي واللاعبين والمدربين والاداريين ووزاره النشاط الرياضي ومجلس ادارات ومجالس ادارات النادي الاهلي، النهارده حجم الجهد اللي بيتعمل ده بيمثل اكتر من، خلينا نتكلم براحه، اكتر من نص الرياضه المصريه يا جماعه. فالكلام ده محتاج انه يتحول الى مؤسسه استثماريه. لا نبغي فيها مال لكن استثمار بشري. حلو الكلام ده، حلو. احنا اولادنا من غيرهم منتخبات مصر القوميه هتبقى ضعيفه. مفيش حد بيربي زينا، مفيش حد بيكبر زينا، احنا بناخد من الصفر وبنطلع، واذا كان في صناعه بطل فهي دي، النموذج موجود، يا ريت الناس تقلده. والله يا دكتور مراد يعني النادي الاهلي كبير واكيد حضرتك عارف، ودايما بيختار كوادر كبيره وابرزها زي ما حضرتك معايا الدكتور مراد عاصم، حاجه جميله جدا بيقول يعني هنكسب ايه اكتر من كده، ان شاء الله تكسب وان شاء الله نوصل للعالميه مع النادي الاهلي، وان شاء الله يكون في استثمار فعلا في هذا القطاع. انا بتفق مع حضرتك تمام. دعواتك ان احنا ننجح في الاستثمار، لان فيما يخص النتائج احنا حققنا اكتر من هدف باذن الله. باذن الله دكتور عصام. ودعوات بقى كل المصريين ان النادي الاهلي يزداد ازدهارا لتحقيق اهداف مصر الرياضيه ان شاء الله. دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، كل التوفيق ليك وكل التوفيق فيما هو قادم ان شاء الله، تعمل الطفره الاستثماريه اللي حضرتك عايز تعملها، وانا بتفق معاك تماما، وحاجه مطلوبه وحاجه صحيه جدا ان شاء الله. كل النجاح في الفتره المقبله وكل التوفيق لحضرتك مع جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. نروح لخبر تاني شهدت